يا هلا فيكم، يلا تحييهم. يقولك هذا واحد نسى زوجته في محطة البنزين. لا والله البلشة. المهم هذا واحد انتوه معرس وخلصت الزفة والأمور اللي في القصر. أخونا في الله شغل، يعني أخذ حرمته وركبه في السيارة ودعس للقصيم، يعني أهل العروسة في الرياض وهو ساكن بالقصيم. والبنية تستحي ومبرطمة طول الطريق، والرجال ما غير يسولف ويهذر والبنية ساكتة ما حولك أحد. الرجال يأس يبي البنت أنها تتكلم، وقال يا ولد ما وراها هذرة، أشغل المسجل وامسك الخط. في الوقت نفسه البنت كانت حسرانة متوهقة أنها بس تتكلم علشان تقول لها أبي الحمام الله يكرمكم. عاد هي طمرت على المرتبة اللي ورا علشان تنسدح، علشان يخف عليها الوجع اللي هي الحسرة، إلين وصلوا محطة. المهم الرجال ما وعى إلا هذيك محطة، ويصفط عندها وينزل عند البقالة وياخذ له كيس فصفص وكم بيبسي حق الطريق. هو كان وده ياخذ له شريط لمحمد السليم علشان يسليه في الطريق، بس خبركم توه معرس وبايخة مشغل محمد السليم الناس تشغل عبد الحليم ولا أم كلثوم. البنت على نزلة زوجها إلا وتقز هذيك الحمامات حقة الحريم عزكم الله اللي عند المسجد اللي جنب البقالة. قالت يا بنت بيمديني أطمر وخلص وارجع قبل لا يرجع هو من البقالة. المهم المسكينة راحت وخلت وقتها. أخونا في هالوقت رجع للسيارة وعلى باله زوجته في المرتبة اللي ورا، وخبركم عباية سودة واخر الليل ما انتبه انها مهيب في السيارة، وهو شغل ودعس. البنية مسكينة طلعت وهي مرتاحة ونقص من وزنها كم من كيلو من هالحصرة اللي فضتها عزكم الله. المهم تناظر يا بنت وين السيارة، وتتلفت ما تشوف غير الهنود حق المحطة وابو يمن حق البقالة. عاد تخيلوا الصدمة يوم عرفت ان زوجها دق سلف ومشى، والبنت مسكينة حتى في نفسها ما هي براضية تصدق انه مشى، جالسة تتأمل انه يمكن راح منا ولا منا وبيرجع. شوي ما وعت الا ذاك الجمس اللي مقبل يوم وقفوا عند البقالة اللي جنبها، وتقز الحريمة اللي في الجمس قالت زين عائلة، وتروح وترمي روحها على الحرمة اللي قدام وهي أم العائلة، وتقول لها خالتي أنا داخلة على الله ثم عليك وهذه قصتي. والعجوز مسكت راسها وقالت يا بنيتي أنت تعرفين سيارة زوجك؟ قالت الحرمة قوم يطمري نلحق على زوجك، ويعبون بنزين ويدعسون وراه. نعود الحين لصاحب الفصفص، أخونا في الله مريح وماشي بعد ما لقوه في الخط على بعد نص ساعة. عاد تخيل حبيبي السامع انك على طريق القصيم، فجأة وراك جمس يكبس بالنور بشكل مخيف يبيك توقف، وش ردة فعلك؟ اكيد الرجال دعس، قال يا ولد هذول مهابيل بيضربوني ومعي عروستي، ويا فشيله اذا انطقينا. والجمس وراه داعس يحاول معه انه يوقف. المهم الذهين اللي يسوق الجمس عرف وش يسوي، فقام يولع نور الجمس اللي في الداخل علشان العريس يشوف ان اللي في الجمس عائلة. يا رب عجبتكم القصة. المهم والله اعتبرها اكبر فشيلة، ودي اكون معه علشان اعرف وش ردة فعله يوم تنزل حرمته من الجمس وربي يحسه طايح وجهه مرة. الله يعينه عاد، يحب اللقافة الزايدة عاد. المهم يا رب اسمع رأيكم وتعليقاتكم على ردة افعالكم مثل هذه السالفة أو مثل هذا الموقف. ربي يسعدكم وفي أمان الله، تصبحون على خير.